عقد مركز معلومات مجلس الوزراء مؤتمراً ختامياً بالتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ذلك لمناقشة مشروع بحثي متكامل لتمكين الشركات الناشئة في القطاعات التكنولوجية الرائدة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد القومي. وتضمن المشروع تنظيم 3 ورش عمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية، ذلك بحضور 77 مشاركاً من ممثلي الشركات الناشئة في هذه المجالات، بالإضافة إلى ممثلي الجهات الحكومية والخبراء والمتخصصين في ذات الشأن. كما شهدت ورش العمل مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة وتقديم التوصيات التي تدعم تلك الشركات في هذا القطاع الحيوي. وصل وزير الكهرباء محمود عصمت جولته الميدانية لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي للطاقات التوليدية في إطار تنفيذ الخطة العاجلة للحد من تخفيف الأحمال وضمان جودة التغذية واستقرار التيار الكهربائي. كما قام الوزير بزيارة تفقدية للمركز القومي الجديد للتحكم في الطاقة، حيث استعرض مهام وأهمية التحكم القومي في الحفاظ على الشبكة الكهربائية الموحدة، خاصة في ظل الظروف الحالية وكيفية مجابهة الأحمال العالية نتيجة موجات الحرارة المرتفعة وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة. شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط في الجلسة رفيع المستوى حول دفع التقدم في دول الجنوب مسارات ورؤى جديدة، والتي نظمتها الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب وجامعة الأعمال والاقتصاد الدولي الصينية. جاء ذلك على هامش مشاركة وزيرة التخطيط في فعاليات منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة المنعقد بالعاصمة الصينية بكين. كما شاركت الوزيرة في جلسة رفيعة المستوى حول التعاون بين بلدان الجنوب. في إطار التزامها بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو توطين صناعة الوقود الأخضر وتحقيق استراتيجية الدولة المصرية في مجال تنويع مصادر الطاقة وإنتاج الطاقة النظيفة، أكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجاح مشروع مصر للهيدروجين الأخضر بالمنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة في حسم عقد يقدر بقيمة 397 مليون يورو لتوريد الأمونيا المتجددة للاتحاد الأوروبي. وأضافت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه سيتم توفير إمدادات الأمونيا المتجددة من مصر بسعر 1000 يورو للطن حتى عام 2033، والتي سيتم إنتاجها اعتمادا على استخدام الهيدروجين الأخضر، موضحة أن المنطقة الاقتصادية لديها التزام تام نحو تحقيق مستهدفات الدولة المصرية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق باستراتيجية توطين صناعة الوقود الأخضر وتصديره للأسواق الإقليمية والدولية. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط وسط مؤشرات على انحسار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتجاوز خام برنت 86 دولارا للبرميل مع أنه يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي. هذا وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 85% ليصل إلى 83.32 دولار للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 54% ليصل إلى 85.86 دولار للبرميل، فيما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.8% لتصل إلى 2.53 دولار للتر. وصعدت كذلك أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.7% لتسجل 2.31 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
تشهد فرنسا موجة حر شديدة أثرت بشكل كبير على المحاصيل الزراعية، وأكد العديد من المزارعين أن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدل هطول الأمطار أثر بشكل خطير على الحصاد في البلاد، خاصة إنتاج القمح الذي شهد انخفاضا ملحوظ في الإنتاج. وأشارت مصادر صحفية إلى أن المزارعين يتوقعون أن الحصاد سيبدأ في وقت متأخر عن المعتاد مع خسارة 20% مقارنة بالعام الماضي، وسيتم حصاد حوالي 29 مليون طن. نهاية أخبار الاقتصاد، وعودة مرة أخرى إلى سحر وإيمان. شكرا لك ميرنا.